دابا شوفوا، انا نهار الحد غادي مع اختي لديك الحفله ديال ديك الحفله ديال ام غناوه، ياك اللي فيها يكون هو داكشي مغربي وياخر. شوف انا شريت على نيت شريت حوايج ديال الدراري، شريت هادي الشورت وهذا، المهم شريت شحال من حاجه ديال الدراري. دابا الصاد قلت لبست شي حاجه خفيفه لهادو، ما شريتهمش هادو، حيت هادو غنلبس معاهم عندي سبرديلات. شوف الشورت داكشي، شوف اختي شنو شريت ليا. دابا انا درجة الحرارة 40 اختي، اختي واش انا نشري هادي؟ يلا واش انا اختي بزناز، واش انا غادي الحفلة ولا غادي نمشي نهرب السلعة؟ كما قلت لك انا يلا جيت من تطوان، يلا خارج من باب السبتة. شو ودابا انا غنلبس هادي نهار الحد. شو ها قولوا لي واش انا نلبس هادي؟ قالت لي هذا راه كلاس وزوينه وراه تيديروها الدراري عندنا في الشمال. اختي هذا اللي كيديروا عندكم الدراري في الشمال، حنا دراري في المهم. انا الناس اللي سولوا لي شنو غيكون نهار الحد، نهار الحد كاين هذيك الحفله اللي قلت لكم ديال ام غناوه، غتكون بالمناسبه عاشوراء، دايره فيها هذاك الشيء ديال المغرب ديالنا. الحمد لله دايره اتاي حلوه، فاكهه دايره، كسكسو شي حاجه اخرى ما عرفتش شنو دايره، ودايره مثلا مقاشه داك الشيء ديال الدراري الصغار، دايرين كلشي جوج عريسات جايين وما شنو. المهم ودي جي، المهم اجواء مغربيه، غيتجمع المغربيات والمغاربه معايا وتكون اجواء ديال الرقص والنشاط والحيحه، والواحد يتعرف على الجاليه اللي الخوت هنا في تركيا. فانا اكيد غادي نكون انا رشيت السروه، انا كاع ما نلبس داكشي اللي صيفطت لي اختي، شريت السروه. انتوما اجيو بالقفاطن وتكاشط انتوما، انا تنقولها لكم انتوما ماشي هو انا، انا راه ما يمكنش نلبس الكوستيم. واه اسمح لي الا لبست الكوستيم كيفاش غندير لبس القميجه؟ دوك انا غادي نجي لابس داك الشيء ديال الدراري وقدام اختي ما تقولهاش ليا صافي انا مزاوك فيكم، قول لي انا وفال اختي ما كتبغيش وانا ما كنرضاش قدام. فان شاء الله غادي نكونوا في هذه الحفله اللي غتكون نهار الحد الساعه 3 بعد الزوال. صارعوا حجزوا، انا نحط لكم دابا البلوشر رقم راه فيه لتحت. ام غناوه راه معروفه هنايا تدير هادشي ديال الحفلات وداك الشيء، تواصلوا معاها نتلاقاو نهار الحد صافي اجيو كاملين. الو ماما شوفوا التبرع زوين على فكره، 500 لي راه 150 درهم مغربي، واش ما حشمتوش؟ الا مشيتي دابا تاكل غير شي طاجين ديال اللحم ولا فين هو بعد الاكل المغربي يا حسره، راه منين كان الكسكسو واصل 300 درهم 200 درهم البلا. دابا انت غتاكلي الكسكسو غتشطحي وغديري الحنه والديجي وما نعرف شنو، كلشي واتاي والحلوه والفاكهه 150 درهم 500 ليره، ايوا ما عندكش تحشمي، ايوا الا ما جيتيش راكي ماشي مغربيه. المهم على فكره مرحبا بجميع الجاليات العربيه، انا عارف تابعين الجزائريات كيحماقوا عليا صحاباتي، اجيو نتلاقاو تما نديرو الشعاع، هاي صحاباتي العزيزات. انا رجعت للرياضه عاوتاني، صراحه ما كاينش احسن من الرياضه. شفتو؟